بريمييرمون نقولوا الحمد لله على الثلاث نقاط المهمه اللي خلتنا بالك نقولوا باللي خصنا ماتش واحد بالك على الاكستيرير باش نضمنوا لو ماندي 100% قبل اربع جولات بيان سير. شكر كبير للطاقم الفني للاعبين على يعني مالغري لا بريسيون لامبورطونس دي ماتش اني شفنا يعني عروض كبيره في على ارضيه الميدان. الشيء هذا ماهوش بسهل يعني باش الناس كل تعرف امر ماهوش سهل باش تلعب مع ضد فريق ما هو خاسر حتى حاجه ضد فريق نقول بلعب بنزاهه يعني انديه تاع الشرق ديما معروف عليها تلعب بالنزاهه تاعها ديما ثاني كونتر بعضها. نقول يعني الحمد لله نقطه يعني ثلاث نقاط مهمه اللي تخلينا قلت لك نكملوا يعني باقي المشوار تاع البطوله ان شاء الله باريحيه. نقول حاجه واحده اخرى ثاني اللي اكد عليها الامر ماهوش هين ماهوش سهل. يعني تشوف لي جوار يعني فاسو بيوت يعني بالك يراتيو دي زوكازيون بالك نات ساهلين باش تعرف يعني لا بريسيون اللي كانت عشتها كل اللاعبين. وفينال يعني حققنا ثلاث نقاط هذه اللي تنفسنا بها ان شاء الله وان شاء الله نكملوا على هذا المنوال ابارتير ان شاء الله من لا رونكونتر بروشان ان شاء الله كونتر شبيبه القبائل. تنتظرنا ثاني مقابلتين ثاني كيف يعني شوفوا شلغم العيد اليوم النتيجه اللي حققتها ضد مولوديه العاصمه. يعني كل مقابلات راهي تلعب يعني ما كان حتى مقابله راح تجي سهله يعني في لي بروشان جور اللي راهم جايين. انا قلت لك هذا الشيء اللي ركزوا عليه كما ركزنا عليه في بدايه البطوله على العمل تاعنا على الروح اللي راهي كاينه في الفريق على العمل ثاني كيف تاع الطاقم الفني الروح الكبيره تاع اللاعبين التجاوب تاعهم ثاني كيف هذا الشيء اللي ديما نقول ما كان حتى واحد يعني عاوننا ولا مدينا يعني دي فلور يعني بوندون هاد لي ماتش كاع اللي لعبناهم. ان شاء الله انا قلت لك المقابله تاع اللي كات ماتش اللي بقاو ان شاء الله بالك لي دو جورني اللي جايين ان شاء الله نضمنوا البقاء ان شاء الله باش يعني نكملوا يعني في اريحيه تامه باذن الله. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.